يا اختي اوعي. الو. ايه شو؟ ايه يا سيد الناس؟ مين اللي رفع السماعه؟ لا دي البت كرامه. وهي ترد ليه؟ انا عارفه حلاوه تروح بقى. انت موبايلك فين؟ موبايلي؟ ماله يا اخويا؟ ده انا حطاه في صدري. فاصل شحن. احطه في صدري تاني علشان يرجع يشحن. حطيته. وحشتيني. يا راجل بطل، ده انت لسه ناكل. لحقت اوحشك؟ انت ايه؟ ما بتفوتش فرصة؟ طب قولي وصلتوا فين؟ انا في القسم. بيقولوا هيخرجوه من هنا. خليني مستني المحامي، معرفش تأخر ليه. سيبك انت بس من المحامي وخليك معايا انا هنا. وحشتك زي انت ما وحشتيني. طب تيجي نوزن نشوف مين وحش تاني اكتر؟ يا راجل مش وقته. تيجوا بالسلامة، مستنياك على نار يا روحي. استنى. ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. سلم علي، سلم علي لما جبني وسلم علي. لما انت البعيدة لا مؤاخذة يعني في اللي هقوله، عارفة انك خرصة يا اختي. ما تبصليش قوي كده، هو انا بعيب على خلقة ربنا؟ بتاخدي ديلك في سنانك ليه اول ما المدعوق ده يرن وتقفشيلي في السماعة؟ ها؟ عايزة تطمني على اسم النبي حرصه؟ عذراكي صراحة سنين ياما قاعدة مستنية، وده خطر، خطر علشان اللي في سنك. مش فاهمة والنعمة ما فاهمة. هبعتلك الكتالوج بتاعك تفهميها وتقولي. شربية انت يا وليه، يا شربية. نعم يا شوق يا بنتي، زي ما انت شايفة ايديا مشغولة ورايا شغل متلتل في المطبخ. طز اتفضلي شوفي الهبابه دي. قصدك ست الكرامه عايزه ايه وبقولي لي؟ انت هتجننيني يا بنتي، ما انت فاهماها، هو جديد عليكي. ماليش مزاج افهم النهارده، بطلت افهم النهارده. ترجميلي. امري لله. خير يا كرامه يا بنتي؟ في ايه يا حبيبتي؟ عايزه تعرف هما جايين امتى. راحوا يجيبوه من الاسم. اتهدي اهبطي وسلم على. اوعي من وشي. لما جبلني سلم على. ربنا يهدك يا مفكوكه. لما جبلني سلم على يا اختي. والنبي قمر، والنبي انت احلى مني. كبرنا هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبرنا حلوين. الله حلوين. اي حاجه يحتاجها تجيلي، نعناية جوز. بقولك ايه يا كبرنا، الفلوس دي كانت متشالالك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهم بيسلموك الحاجة. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليكوا رجالة زي ما انتوا، زي ما انتوا، زي ما انتوا. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجالة هنا، لكل الرجالة. واي حاجه يحتاجوها، اي حاجه. رقبتي سداده اصل يا كبير، وكل شهر هيوصلك زيهم.
طول عمرك كبرنا يا فنجيلة. حلوين حركة حلوة. خد يا مغاوي. العفو يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. هلا قول لي يا مغاوري، هو أمورنا باشا. ايه حكاية الحباية اللي انا لقيتها في جيبك امبارح؟ حبيت يا باشا. بجد انا مش عاوز اهزيك، انا عاوز اهزيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاسم امبارح وفرجت عليك الاسم وقت ما تسواش، لكن انا عديتها بمزاجي. صح يا باشا، انا هحاول سعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت خلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. يا نهار اسود، حتى الحكومه بتضرب، ما حدش من الهم خاله يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمة ملهاش أخت. شيلي كرامة من نفوخك ولمي لتك جوه حنكك وضفري لسانك بعقدة وشنيطة. انتي مرات أخوي وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحدة بس، أنا ضاوية أبو سنة. خش يا كرامة، حبي على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفه تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. ماتاخذنيش يا خال، للضروره احكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ ايه اللي اخرك كده؟ ده انا قلت حاجه ليك هنا؟ اصلا انا كنت بادي واجب انساني لابد منه. انساني؟ انساني وقطع عنواني. ده يوم تتاخر فيه برضك، ده احنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال، ما تقلقش. ما قلقش، ده ايه؟ الضابط اللي جوه بيقول انه هيخرج من هنا. ضابط ايه بس؟ اتقل. دفعه اهلا يا مت.